مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى، جي توكس، وفيديو جديد. قبل ما تكمل الفيديو، اذا انت مش عامل اشتراك للشانل فاعمل اشتراك للشانل، اعمل ليبل للنوتيفيكيشن للشانل، هذا الشانل الجديد، فاعمل لايك، ممكن تعمل شير لاصدقائك وخلينا نبلش. هي دائما بتجينا عن انه انا مش لاقي شغل او بدي الاقي شغل او انا بدي اشتغل في دولة قطر او 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 الى اخره، وانا جربت ابلش ادور ومش عم بلاقي، ولي شهر بدور ومش عم بلاقي. كثير فيديوهات انا في الشانل حكيت فيها عن موضوع انه انت كيف ممكن انك انت تدور، وين تقدم، ايش في شركات موجوده تقدم عليها، ايش في مشاريع جديده اصلا اوردت في دولة قطر او ترندنج اصلا في دولة قطر، وانت ممكن انك انت تقدم عليها. لكن استل عم بنلاقي صعوبة بين الناس تلاقي شغل. طبعا خلينا شوي نحط موضوع كوفيد 19 على جنب، لانه شوي وراح ينتهي، ما بعرف قديش شوي، هاي المسألة بتحكي شوي وراح ينتهي، بس هو فعليا ما راح يستمر فور ايفر. فاللي بدك تاخده في بالك انه انت تحاول دائما انك انت تدور بطريقة صحيحة على شغل، عشان لما تتوفر هاي الفرصة تقدر انك انت تكون هو هذا الشخص اللي راح يختاروا لهاي الوظيفة. فكيف انا ممكن اني انا ادور على شغل في اي دولة؟ بس اليوم بدي احكي او بدي اخص بالذكر دولة قطر، لانه صراحة دولة قطر فيها كمية مشاريع مرتبة ممكن انها تكون مصدر رزق لكثير ناس. هلا اول شغلة بدك تحطها في بالك انه انت لما تدور على اي شغل انك انت بدك تجهز حالك انك انت عم تدور على شغل، يعني هي مش اشي عم بيجي بالمناسبة اني انا مش لا ما عندي الشغل فبدأ بحاول، يعني اذا طلع عندي اعلان لك لا، تكون جهز حالك، تكون جهز السي في تبعك، تكون جهز الوراق تبعك، تكون جهز نفسيتك لاي انترفيو ممكن تطلب عليها، تكون جهز نفسيتك انك انت ممكن ترفض باي لحظة، ممكن تنقبل في اي لحظة، ممكن ما تجيك انترفيوز لمدة بلاوي زرقة انت مش عارف تنهي كمية. فهذه التجهيزات تخليني انا بعرف شو اسمها بس اسميها لوجستية، هاي التجهيزات انت فعليا الشخص اللي عم بدور على شغل يكون عارف انه انت معرض لهذا الشيء بشكل كبير. خلص من هذا الموضوع، هلا انا وين بدور، كيف اقدم، وشو حيصير معك، شو حيصير معك هيدا في دولة، كيف تقدم، وين تقدم. في دولة قطر حاليا كمية المشاريع اللي عم تترسى على مقاولين، خلينا نسميهم مقاولين رئيسيين، عم تترسى على مقاولين فرعيين، عم تترسى على استشاريين رئيسيين، ترسى على استشاريين فرعيين، هي مشاريع هائلة وبتكاليف هائلة كمان. يعني انت بتقدر تحكي انه مثلا في عندك مشاريع بلش من 500 مليون وبتمشي لمليار و2 مليار و3 مليار و4 مليار. فانت لما تحكي بهاي الارقام طاقم او افراد الطواقم اللي بدها يتم استخدامها بهاي المشاريع، هي طواقم كله متفقين انها طواقم هائله. اللي بدك تعمله انه انت لما تدور على شغل ما تروح تحكي والله انا بعرف هالكم شركه راح اقدم عليهم، لا، شوف ترندنج بروجكتس وشوف البروجكتس اللي تم ترسيتها الاوارد على مقاولين او غيرهم، وشوف اماكنهم وين بالضبط، وشوف قديش تكاليف هذه البروجكتس، وشوف قديش نسب الانجاز من هاي البروجكتس. هلا لما انت تعرف كل هاي المعلومات حط اولويتك مشروع جديد تم ترسيته نسبه الانجاز فيه مش عاليه، ولو كان لسه بده يبلش الكونستراكشن بس بيكون الوضع جدا صحي وجدا هلبي انك انت تدور على شغل فيه، وبدك تشوف وين واقع هاي المشاريع. هلا بعد ما تشوف هاي المشاريع بدك تشوف مين الكونتراكترز الرئيسيين او المقاولين الرئيسيين اللي اساسا ترسب عليهم هاي المشاريع، بعدين تبلش تتواصل معهم انك انت بدك تشتغل معهم على حسب البوزيشن، حسب شو شهادتك، وما بحكي بس مهندسين لانه اوكي هو في المقام الاول مهندسين، انت بدك طاقم كامل، يعني بدك مدراء مشاريع، بدك مهندسين، وبدك بلانرز مخططين، وبدك تي بويز، وبدك سواقين، وبدك مراسلين، بدك يعني كل البوزيشنز اللي انت ممكن تتخيلها، وبدك كمان يعني اتشاندس انجينيرز، بدك كثير طواقم تكون موجوده في هاي المشاريع لحتى تمشي هاي المشاريع بالطريقه المخطط لها بالشكل الصحيح. فانت بتشوف مين المقاولين الرئيسيين اللي ترسلت عليهم، بلش تتواصل معهم، بتشوف ايش موقعهم الالكتروني، ايش ايميلاتهم، ايش ارقام تليفوناتهم، وبتتواصل معهم. واذا انت موجود في البلد الاحسن انك تروح على الموقع او تروح على الشركه او تروح على المكان اللي فيه هذا المشروع، تسأل مين مدير المشروع او مين مدير التوكيل. رقم اثنين، تشوف المقاولين الفرعيين اللي برضه عم ياخذوا شغل في هاي المشاريع وبرضه تقدم لهم بنفس الطريقه اللي حكينا عنها للمقاولين الرئيسيين. رقم ثلاثه، تشوف مين الكونسلتنتس او الاستشاريين الرئيسيين اللي انفولد في هذا البروجكت وبرضه تواصل معهم. ورقم اربعه، اكيد صرنا عارفين، تشوف مين السب كونسلتنتس او الاستشاريين الفرعيين اللي برضه بيشتغلوا في هاي المشاريع.
مشروع كبير لما بلش نحكي اكثر من 500 مليون واكثر من مليار، ما بتحكي عن ون كونسلتنت وما بتحكي عن ون كونتراكتر، بتحكي عن خمسه سب كونتراكتر، بتحكي عن كميه كونتراكترز كونسلتنتس سب كونتراكترز سب كونسلتنتس هائله بتشتغل في هذا المشروع. كميه الاوت سورسنج كمان بتكون عاليه مرات في هاي المشاريع، فبدك تحاول انك انت توصل للأوبورتيونيتي اللي انت قاعد عم بتدور عليها. على سيرة أوبورتيونيتي، احنا في عنا جروب على الفيسبوك عم بنحط عليه اعلانات توظيفية بتكون افيلبل، واللي بشوف اصلا انها خليني احكي صادقة او افيلبل فعليا وفي فرصة للناس تقدم عليها، بحط على هذا الجروب اسمه جوب أوبورتيونيتي او جوب OPP من جوب أوبورتيونيتيز، راح احط لك كمان في صندوق الوصف تقدروا تشترك. هاي هي الطريقة اللي انت بدك تعرف انك انت كيف تقدم فيها على شغل، مش بس انا بدي اقدم لاي حدا واي مكان، برضو صح انك تقدم لاي حدا واي مكان بس بالطريقه الصحيحه، برضو انك تدخل على المواقع المختصه للتوظيف على حسب انت شو تخصصك، يعني لينكدين في للابداع او للمصممين، في بي هانس بتدور في كمان على الكونتاكتس، في اكثر، وهلا عليك اللي صار فيسبوك كمان في عليه جوب ابلكيشنز، فانت بدك تدور في مكان. الجرايد كمان ممكن تلاقي عليها كثير وظائف وكثير ارقام تواصل انت ممكن تتواصل معها. شركات توظيف، انا رحت شركات توظيف بس برضه شركات توظيف موجوده، فكل هاي الاوبشنز صارت متاحه قدامك انك انت تقدر انك انت تقدم عليها لما تبدا. اول شيء بتحدد ايش خلينا اسميها الاوبورتيونيتيز الموجوده اللي ريزنج او اريزنج في المكان اللي انت موجود فيه عم تطلع، وهي ترسيه المشاريع بدوله قطر. اكثر شيء هي ترسيه المشاريع. رقم اثنين بدك تشوف مين الجهات الانفولد اصلا في هاي المشاريع اللي انت تشتغل فيها، ومين الناس المعنيين بالتوظيف بهاي الشركات او الناس اللي انت لازم تتواصل معهم بهاي الشركات. رقم ثلاث تعرف ايش الكونتاكتس اللي انت بدك تتواصل من خلالها، سواء ايميل او موقع الكتروني او ارقام تلفونات او زياره فعليه للمكان سواء الشركه او الموقع اللي فيه المشروع اللي انت ممكن انك انت تقدم عليه. رقم اربعه انك تجهز اوراقك وتجهز السي في تبعك والكواليفيكيشنز تبعك او الشغل اللي انت اشتغلته من قبل يكون واضح، ويكون عندك شخصيه قويه ويكون عندك شخصيه قياديه ويكون عندك شخصيه تضبط البوزيشن اللي انت تقدم عليه شو مكان هذا البوزيشن، وتكون جاهز نفسيا انك انت فعليا ممكن ترفض او تنطلب لمقابلات، يمكن ما تنطلب لمقابلات، يمكن تطول معك عمليه انك انت عم تدور على شغل، يمكن ما تطول، فهي عباره عن ارزاق انت بدك تكون راضي بهذا. المرحله الثانيه هي اذا ان شاء الله ربنا رزقك في انترفيو، تكون جاهز لهذا الانترفيو، تكون شخصيتك قويه تقدر انك انت تتواصل مع الناس من هاي الناحيه، وانك انت لما تروح على الانترفيو انك تاخذ هذا الجوب اللي معروض في هاي الانترفيو. هذه كل خطوات اللي انت فعليا لازم انك انت تتبعها عشان انت ان شاء الله ربنا يوفقك بانك انت تحصل على وظيفه سواء في دوله قطر او في غير دوله قطر. وان شاء الله بشوف كل الناس اللي كانت عم تسالني على فيديوز كيف ممكن نلاقي او عم بندور او بدي وظيفه، شكون كلكم شغلتوا على وظائف وتحطوا لي بالكومنتس كيف كنتوا عم بتدوروا، واللي عم بدور هلا كيف عم بدور عشان نشوف عم تشتغل بطريقه صحيحه او لا، واحكوا لي كمان شو تخصصاتكم، شو البريكواليفيكيشنز تبعتكم، شو اشتغلتوا على مشاريع. انا فعليا عم بدور اصلا على ناس بدي اوظفهم بغض النظر عن استخدام هذا الفيديو للاعلان، لكن حاليا مش عم بلاقي كل الناس اللي انا بدي اياهم، فنحن برضه في عندنا شورتج في الماركت للناس اللي ممكن يشتغلوا معنا على المشاريع، وهي فرصه كثير منيحه لكثير ناس انها تبلش تجهز حالها وتبلش تقدم على الوظائف اللي بتم اعلانها. كثير تواصلوا على لينكدين وكثير شوفوا اعلانات لينكدين اللي بحكي لك مفيد لا مفيد، انا بدور على لينكدين اصلا للناس اللي بدي اشغلهم او اللي بدي اشتغل معهم في المشاريع تبعهم. هلا اشوفكم بتشتغلوا، اعملوا لايك اعملوا شير اعملوا سبسكرايب للشانل، ومروا على www.gsobar.com. سلام.